تنشكر سي جواد الزيات المسؤولين في المكتب ديال فريق الرجاء البيضاوي على الثقه ديالهم فيا باش نشرف على الفريق الاول ديال فريق الرجاء البيضاوي. بطبيعه الحال الفريق ديالي الام، انا مدين لهذا الفريق بزاف ديال الاشياء، وبطبيعه الحال من يطلبوا مني انني نرجع فكان كنت سعيد جدا بهذه الثقه هذه. تنتمنى ان شاء الله انني نكون في مستوى المسؤوليه، لان احنا كنا تنعرفوا بان فريق الرجاء فريق كبير، عنده جمهور كبير، عنده جمهور اللي تيغير عليه، جمهور ذواق بالنسبه للحلم ديال اي رياضي. بالنسبه ليا طبيعه الحال انا منذ الصغر ديالي وانا ماشي تنبغي هذه الفرقه، وانما الوالده ديالي هي اللي تتعرف الشغف ديالي بهذه الفرقه. ملي كنت صغير وانا كنت نتمنى انني نلعب في المنتخب، انني نلعب في فريق كبير، نلعب في فريق الرجاء. الحمد لله داك الشيء تحقق. من بعد الانسان ملي تيقرر بيسالي لا كارير ديالو تيتمنى حوايج اخرين. انا اشتغلت وقريت وبديت التدريب ديالي، وبالتالي ولا الطموح ديالي هو انني ندرب الفريق ديالي اللي عطاني شيء الكثير، ثم انني نطمح كاي مدرب تيبغي يوصل للمستوى كبير انني ندرب المنتخب ديال البلاد ديالي. والحمد لله كانت تجربه مع فريق الرجاء في واحد الفتره ديال 2005 2006، ثم 2007 2008 كمدرب مساعد، والحمد لله مع المنتخب المحلي. الانجاز اللي حققناه فتنظن بانه كان انجاز كبير مع المنتخب المحلي ومع اللاعبين المحليين. تدريب فريق الرجاء فهو بالنسبه لي شرف كبير، لان التجربه اللي راكمت تنتمنى انني نوضعها رهن هاد اللاعبين، لان كما انا خرجت من هذا الفريق ومشيت لعالم الاحتراف ومشيت للمنتخب، فبالدور ديالي نتمنى ان لاعبين من هذا النادي، هذا النادي العالمي اللي عنده جمهور كبير، اللي عنده جميع المقومات ديال النجاح، ان يخرجوا منه لاعبين اللي يعزوا المنتخب واللي كذلك يمشيوا الاحتراف. كانت عندنا البارح جلسه مع المدرب ديال المنتخب الاول سي واحد هاليلوزيش، لا انا لا سي يوسف، وذكرنا الايام اللي كنا معاه فيها، وتكلمنا على بدر بانون كقائد الفريق كلاعب ديال المنتخب. هذا عنصر اللي ممكن يكون نموذج للاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي باش يطمحوا كذلك انهم للدوليه ديالهم، ومن بعد ان شاء الله باش يمشيو ابعد من ذلك. تدريب فريق الرجاء فهو فرصه للبروز، ابراز المؤهلات ديالي، تحقيق القاب لانه فريق ديال الالقاب، وبالتالي هذا مكسب كبير الانسان خصو يشتغل عليه باش يفرح الجمهور، لان اهم شيء بالنسبه لنا هو اننا نوصلوا اننا الجمهور اللي فرح بينا الان لاننا جينا، اننا كذلك نفرحوه بتقديم مستويات عاليه وتحقيق القاب اللي تليق بالقيمه ديال الجمهور ديالنا. تنعرفوا بان هذا النادي هذا عطانا الشيء الكثير، فتنتمنى من الله عز وجل اننا نردوا هذا الجميل لهذا النادي هذا، اللي تنظن اي واحد يتمنى يشتغل في هذا النادي. صحيح كاين متطلبات كبيره، لانه دائما الانديه الكبرى تبحث عن الالقاب، على الطريقة، على كل ما يسعد الجماهير وإدارة ولاعبين. فتنظن الكل خاصو يعرف بأن سر نجاح أي نادي كبير هو الاشتغال جميع منظومة النادي، إدارة، جمهور، لاعبين، طاقم تقني، في اتجاه صحيح، اتجاه واحد. وتنتمنى من الله عز وجل، وتنظن ان كاين بعض المسائل اللي تتبشر بالخير، ولكن
كيف تعرف الكل بأن المسؤولية ليست بسهلة؟ حرام.